من عدة جوانب أمريكا في حاجة ماسة اليوم وفي هذا الأسبوع لجوعة كبيرة من التسامح الديني يوجد عدد كبير من الناس يقضون وقت كثيرا على التلفاز ويدعون أن المسيحية ديانة مبجلة ويحتقرون المعتقدات الدينية الأخرى خاصة المعتقدات الإسلامية ويا أصحابي هذا السلوك يجب أن يتوقف. من أشعل فتنة عدم التسامح هي الوسائل الإعلامية، أغلبكم رآها عن خطة لبناء مركز اجتماعي إسلامي على بعد حين. المركز سيحتوي على مسجد وصالة عقد ومسبح حاله كحال جمعية الشباب المسيحيين ومراكز المجتمع اليهودي بكل أنحاء البلد حسب معلوماتي يحتوي المركز على خزانات ورعاية للأطفال الآن لأكون صريحة معكم العقلانيين المؤمنين المهتمين بغيرهم هجمات 11 من سبتمبر لكن هذا لا يبرر موجه الخوف والشك التي اغرقت هذا البلد خلال الايام العشره الماضيه الاعلام الان يقول ان هذه موجه الخوف من الاسلام تنتشر بكل مكان بامريكا شاهدت, شاهدت قصه هذا الاسبوع على السي ان ان عن قسيس بمدينة جنزيل جنزافيل بولاية فلوريدا إنه أعلن أن الحادي عشر من سبتمبر في هذه السنة هو يوم حق القرآن أشكركم على ردة فعلكم هذه مثل ردة فعلي بالضبط هذا القسيس يترأس كنيسة محايدة بإسم مركز حمامة السلام تلفظ بجميع انواع الألفاظ المنحطة والمسيئة والغير دقيقة عن الإسلام، ولن أذكر هذه الألفاظ في هذا المنبر، رسالته عبارة عن الكره والخوف، وأنا أستطيع أن أؤكد لكم إنه لا يوجد بالإنجيل وتعاليم المسيح، أي شيء عن حق النصوص المقدسة للديانات الأخرى، لا وجود لأي من أقواله طلبه لحق القرآن عمل مسيء لا علاقة له بالسلام ولا علاقة له بالتفاهم ولا علاقة له ببناء جسور تواصل إنما هو الجنون بعينه الأخبار السارة هي إنه هناك كثير من الجماعات وكثير من الكنائس وحتى الجمعية الوطنية للإنجليين يدينون هذا العمل ويحسون الكنيسة على إلغاء الحدث، والكلام عن الله يجب أن يتسم بالجلالة، وانفتاح العقل والرغبة على التعلم لتحدي أفكارنا ومساءلته اتهاماتنا، هذه هي سمات التواضع، عندما كنت بالمدرسة المسيحية قرأت جملة قالها شخص لا يحضرني اسمه وهي عندما تتكلم عن الله سوتك يجب ان يرتجف تعلمون ان المسيح لم يمتلك الوقت للتفاهات الدينيه لقد وفر النقد القاسي الموجه الموجه له لرؤساء الكنائس الذين يحددون من المقدس وغير المقدس ومن النظيف ومن غير نظيف المسيح كان يأخذ كل هذه الأقوال ويقلبها رأسا على عقب ولنتخيل المسيح ماذا سيقول للقسيس لتيرا جونز وحملته لحق القرآن أنا أعتقد أنه سيقول أن هذا يجب أن يتوقف المسلمين 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 يؤمنون أن القرآن هو مجمع الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الله قبل حوالي 1400 سنه ويؤمنون أن محمد هو آخر الأنبياء والمعلمين والرسل التي احتوت. المجموعه على آدم وموسى وعيسى إبراهيم وكل ما ذكر بكتابنا أيضا. الكلمه إسلام معناها الاستسلام المسالم لرغبة الله. القرآن كتب في وقت كان فيه المسلمون يسحبون من بيوتهم يتهمون ويقتلون، والتوراة كتبت عندما كان اليهود يسحبون من بيوتهم ويتهمون ويقتلون، والمؤرخين سيخبرونكم أن معظم الكتب المقدسة تحتوي على قصص، حروب وصراع في صفحاتهم. على مر التاريخ معظم الأديان استعملت هذه القصص ليتحججوا عن العنف بها وأي شخص هنا يشكك في كلامي ويعتقد أنني على خطأ يستطيع أن يرجع للإنجيل والإنشودة رقم 147 وستجدون أن كتابنا الخاص يحتوي على سطور تجعلنا قلقين ولكن كما هو الحال في الانجيل الفكره المهيمنه في القران هي السلام والاهتمام بالغير وحب الله والعداله وحق الجوار وحق الغرباء في الانجيل عندنا القتل محرم عليكم وفي القران لدينا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا هذه الكلمات مسالمة مليئة بالإيمان، كلمات من الممكن أن تنقذ العالم إذا اعتنقناها بقلوبنا، ثاني شيء تعملونه عندما يرسل لكم شخص ما رسالة تصور لكم الإسلام على إنه دين شيطاني حذف حذف الرسالة لا تنشروها، لا تتشاركوها بالعنصرية. على انه دين شيطاني حسب الرساله لا تنشروها لا تتشاركوا بالعنصريه لا تستسلموا لخوفكم من الجيد ان نشعر ببعض الخوف كلنا لدينا هذه المشاعر لكن لا تستسلموا لها ولا تشاركوا فيها ولا تركزوا على هذه المجموعه الصغيره من المتطرفين الذين يقومون باعمال العنف لكن ركزوا على مئات الملايين من المسلمين المتحلين بالايمان المتحلين بالايمان الذين لا تختلف اولوياتهم ومخاوفهم وعائلتهم عنكم بشكل كبير ثالثا عندما تفكرون بالناس المسلمين فكروا بالافراد بالبروفيسير في ولايه اوهايو فكروا بالمهندس، فكروا بالمدرس، فكروا في المدرسة الابتدائية المقابلة لبيتكم عندما تفكرون بالمسلمين تذكروا الذين ماتوا في 11 سبتمبر أنا لا أتكلم عن المختطفين عددهم كان يعد على الأصابع تذكروا محمد سنهامي هامندي ولد في باكستان وجاء إلى أمريكا وهو طفل مع والديه لعب كرة القدم في الثانوية ذهب للجامعة اصبح رجل اسعاف وقت وقد مات هذا الشاب المسلم في 11 سبتمبر وهو يحاول انقاذ ارواح الناس عندما تفكرون بالمسلمين تذكروا محمد صلاح الدين قاديري كان يعمل بمطعم في اعلى برج التجاره لقد مات ذلك اليوم وانجبت زوجته طفلهم بعد الحادثة بيومين عندما تفكرون بالمسلمين تذكروا راما سالي كانت امراه عمرها ثمانيه وعشرون سنه يصفونها جيرانها بانها متفتحه مرحه وكريمه ماتت في الطائره وهي بالشهر السابع بحملها الاول تذكروا منشي دائرة مسلمي أمريكا الشمالية، الذي كان يعمل ببرج التجارة ومات أيضًا في 11 سبتمبر. هذه الفئة من المسلمين الآن يعطون عشرات آلاف من نسخ القرآن، استجابة لحملة حق القرآن، وقصدهم ونشر كلمات الإيمان والسلام والأمل. إحدى السيدات التي يعملن في خدمة العملاء قالت ربما يجب علينا أن نجعل يوم 11 سبتمبر هو يوم شراء القرآن وقراءته وقراءة بعد كلماته إنه لمصلحتنا أن ننشر رسالتنا المتسمة بالحب والأمل والسلام لكن لنفعل هذا بجلال واحترام والأهم من هذا كله بتواضع وهبنا الله كافراد كامه كمسيحيين